كانت ممكن تكون موجوده في ظل المصلحه الاقتصاديه اللي تمت بنجاح في مصر، حطت نفسها على الخريطه العالميه الاستثماري، ولازم نلاقي بقى فرص استثماريه ونطرح هذه الفرص المتاحه للمستثمرين. فهذه الرساله النهارده للقطاع الخاص بشكل خاص، هم دول شركاء المستقبل اللي احنا بنطلبه، واحنا كسبوب دورنا في اننا نساعد ونجذب استثمار للمجالات الجديده. انا عايز ابتدي الاول ان انا اتكلم في سياسه الصندوق الاستثماريه. سياسه الصندوق الاستثماريه بتبتدي من اول تثمين الفرص الاستثماريه اللي موجوده في الاقتصاد المصري. مصر بلد كبيره عندها 100 مليون بني ادم، عندنا قوه عامله كبيره، التشكيل الديموغرافي بتاعنا مشجع جدا للاستثمار، وفي نفس الوقت لازم نترجم ده لفرص في مجالات بتخلق سستينبل ديفلوبمنت او تبقى عندها استدامه وتنميه مستدامه. الصندوق هدف للربح ولكن الهدفين لا يتعارضوا مع بعض. احنا كصندوق اللي احنا بندور عليه في الفتره الحاليه هي الشركاء من ناحيه تاريخ الاصول، اصول الدوله اللي احنا بنثمنها وبنحاول نعصر قيمتها، وندخل شركاء من القطاع الخاص اللي هو عندهم قدرات اداريه، عندهم رؤوس اموال وفوارق ماليه كتير محتاجين يحركوها ويدخلوها في استثمارات. مصر تعتبر جاذبه للرؤوس الاموال دي بسبب العوائد المتوقعه الرجعيه. احنا مصر بلد بتوفر عوائد، الريسك ريتيرن بروفايل بتاعها يعتبر يعني هات كده بس عشان تبقى الحاجات دي قليله قوي. ومن ضمنها سنتين سياديه في بلاد ثانيه عندها ارتباطات الاساس في مصر. يعني انا عايز ابتدي اعدد شويه شراكات احنا كصندوق بنشتغل من حاجتين. الناحيه الاولى ان انا اخلق شراكات مع مالكي اصول الدوله اللي هي الوزارات المالكه للاصول المستهدفه واللي هي مغريه جدا للمستثمرين، وخلال خلق فرص استثماريه بالشراكه مع الوزارات المختلفه في مصر بنقدر نجذب رؤوس اموال جديده ما دخلتش مصر قبل كده. فمصر بقى بتيجي على طريقه المستثمر ولكن ما بيلاقيش فرص يستثمر فيها غير لما يجي يخبط على الباب ويدور على شريك للاستثمار. احنا كصندوق سيادي احنا هنا شريك استثماري. الرساله الاهم بوجهها للمستثمر المصري، المستثمر المحلي اللي عدى في خلال كل الازمات وصبر معانا، ده اكبر مجهود انا احب اهمله، واكبر شريك انا احب ادور ان انا ادعم الاستثمار معاه، وده من خلال شركات مختلفه. مش عايز احسب اسامي شركات احنا كلنا معانا متغيرات، ولكن حجم الطلب والشهيه الاستثماريه اللي موجوده النهارده انا في رؤيتي شهيه غير مسبوقه من كيان المناخ الاستثماري. احنا واللي حصل حاليا في الاسواق العالميه ده هيبقى رينج